المسألة الثانية مسألة التلقين، تلقين الميت إذا وضع في إذا دفن، يقف عند واحد يقول يا فلان ابن فلانة، حتى ما يقول يا فلان ابن فلان، ابن فلانة، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، إنك تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا ورد فيه حديث، هذا ورد فيه حديث لكنه لا سند له، سنده غير صالح ولا يحتج به، ما يحتج به. والميت إن كان مات على الإيمان فإن الله يثبته، لو ما أنت جيت تلقنه، إن كان مات على الإيمان فإن الله يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج تلقين، ما دام إنه مؤمن فالله جل وعلا يثبته، وإن كان منافقا مات ما يفيده، لو تلقنها الليل والنهار ما يفيد، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما تنفع أنت ولا. إن كان مؤمن فهو ما هو بحاجة إلى، وإن كان منافق أنت ما أنت بنافع، لا تلقينك ولا ما يدري، يقول لا أدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويضل الله الظالمين، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.